لازم نعيد المسيحية بعيد الفصح ونقول رمضان كريم لكل الناس، وبذات الوقت بدنا نعزي الضحايا وأهالي الضحايا بطرابلس، يعني اللي هربوا من الموت ماتوا بالبحر. ما بعرف شو الواحد بده يقول. بلدنا صغير بالآخر، كل شقفة منه شقفة منا ومن قلبنا. كتير موجع اللي صار بطرابلس، كتير وجع سوريالي صار. يعني هيدي المأساة، إنه الناس يحطوا أولادهم ببواخر، بقوارب، يا ريت بواخر، قوارب موت بهيدا الشكل. شي بحزن كتير وين صار هيدا البلد. فما في كلام ميشا صراحة، يعني بتجي بدك تقولي شي ما بتلاقي بقى كلمات، قد ما من مأساة لمأساة. كل يوم عنا مصيبة، كل يوم عنا مننام على أزمة، منوعة على مصيبة. ما بعرف وين رح، ما بعرف وين بعد رح ياخدونا. بولا عم يحكوا كتير عن ما بعرف إذا قصة الجيش. شو عندك شيء تقولي بهالنقطة قبل التحقيقات؟ يعني ما بدنا نستبق التحقيق، بس كل الحكي عم بصير عن هيدا الموضوع، شو تعليقك؟ بصراحة ليك بدي أقول لك شيء يمكن بعد ما نقال. نحن بنقدم أحيانا نوع من، إذا بدك هيك، نوع من حسن سلوك للدول الأوروبية، خاصة بموضوع البحر واللاجئين. وأحيانا بنبتز الأوروبيين بموضوع البحر، مش بس اللاجئين، اللبنانيين أكثريتهم صار بدهم يهربوا من لبنان. قبل كان أكثر يكونوا لاجئين بياخدوا قوارب الموت. فتح أردوغان البحر وفرجى كيف بيقدر يغرق أوروبا باللاجئين. هيدا صار موضوع أمن قومي أوروبي وصار موضوع ذعر. فلذلك اليوم لبنان كمان بيلقط البحر، بفرجيهم إنه أنا بقدر وقف هؤلاء وأنا بقدر أطلق هيدي الهجرة باتجاهكم. تنحكي الأمور بصراحة، ما بعرف اللي صار، لازم كلنا ننطر التحقيقات. أنا لليوم بقول لك أنا عندي ثقة كتير كبيرة بالجيش اللبناني، آخر مؤسسة لبنانية وطنية عابرة للطوائف والمناطق والمذاهب، بعدها واقفة على إجريها. ما بحب بأي طريقة شكك، بس بطالب بتحقيق شفاف واضح، نخبر الناس فعلا شو صار، وهل حقيقة إنه هؤلاء كانوا رايحين إلى نفس المصير مثل ما سمعت عم بيحكي ضابط البحرية عن هذا الموضوع، أو إلى مصير أصعب بكتير، إنه ما حدا منهم كان ممكن يوصل بالظروف المناخية وبالحمولة الزايدة، أو فعلا يعني تم إسقاطهم بالبحر بهذا الشكل واصطدام. يعني هيدا لازم يكون في تحقيق، مش لنقدر فعلا يعني نبني على الشيء مقتضاه ونعرف شو بدنا نقول وشو بدنا نحكي. اللي فيك تقولي اليوم كل روح بريئة راحت، هيدي يعني شو بتقولي لأهله، شو بتقولي نحن عم نخسر طاقات من أهلنا. نحن بلد بيأسس لمقاسي، لحزن كبير، لزعل، لقهر كتير، إيه شيء ما بينحمل. عم بسمع كنت الآباء والأمهات عم بيحكوا، عم بسمع أهالي اللي راحوا، شيء فعلا يعني حزن ما حدا بيحمله بالعالم. للأسف.